والحين بنروح لموضوع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين، تأتي في إطار الصداقة لتجمع البلدين ومن أجل تعميق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين. دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت شريكا مهم لجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة، لا سيما قطاع الاقتصاد، بحيث تعتبر دولة الإمارات من أهم شركاء الصين في هذا المجال. اسمحوا لنا الآن نرحب بالأستاذ دينيس دو، نائب رئيس شركة جولي شيك الصينية للعلاقات الحكومية والعامة، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة. أهلا ومرحب فيك أستاذ دينيس. مساء الخير. شكرا. مساء النور. تتكلم عربي في بداية اللقاء. نعم. أهلا ومرحب فيك ونورت الإمارات. شكرا. خبرنا بمناسبة الذكرى 35 للعلاقات الصينية الإماراتية، كيف ترى توجه دولتنا الحبيبة لمزيد من التعاون في ظل زيارة ولي عهد إمارة أبوظبي للصين مؤخرا؟ طبعا هذه زيارة الرابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الصين، وهي زيارة ترد على زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس شي جين بينغ إلى الإمارات في السنة الماضية، حيث تم ترقية علاقات الصينية الإماراتية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وطبعا هذه زيارة تاريخية أدخلت حيوية جديدة في هذه العلاقات في كل المجالات، وخصوصا يعني في نتائج مثمرة في مجالات الاقتصادية والاستثمار. فيعني خصوصا هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، وهي تصادف ذكرى السنوية 35 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فهناك يعني منطلق جديد لهذه العلاقات. إلى أي مدى تتلاقى خلينا نقول المصالح الإماراتية الصينية المشتركة أستاذ دينيس؟ في المقام الأول على الصعيد السياسي هناك ثقة استراتيجية متزايدة. نعم. هناك اتفاق قيادي على يعني كثير من الأمور هامة، في تنسيق مكثف في شؤون الدولية وقضايا ساخنة في المنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري طبعا الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، ووصلت حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار في السنة الماضية. نعم. ومن المتوقع أن يتجاوز 70 مليار دولار في السنة القادمة، وهناك هدف طموح لوصول هذا الرقم إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030. نعم. وطبعا بالنسبة للاستثمار، الاستثمار هناك يعني خطوات مكثفة من الجانبين في الاستثمار في الصين وفي الإمارات. وهناك مشروعات كبرى، مثلا منطقة صناعية الصينية الإماراتية المشتركة، ومرسى حاويات لميناء الخليفة، ومشروع مركز لوجستي في دبي الذي نحن في جولي شيك نساهم فيه. طبعا كل هذه المشروع دليل خير. صحيح. على يعني وتيرة متزايدة للتعاون الاقتصادي. وكذلك على الصعيد الثقافي، ويعني طبعا نعلم يعني القطاع السياحي شهد تطورا متسارعا، السائح الصيني أكثر إنفاقا في العالم. هناك يعني عدد السواح الصينيين إلى الإمارات في السنة الماضية تجاوز مليون. ما شاء الله العدد وايد كبير. يعني أنا شخصيا كمن المستفيدين من التبادل الثقافي. صحيح. والتعاون الثقافي، ودرست في اللغة العربية في جامعة بكين لدراسات أجنبية. نعم. المبنى الذي كنت أدرس فيه يعني هو مركز الشيخ زايد رحمه الله. آمين. للدراسات العربية والإسلامية. نعم. وأنا تابعت مراسم الاستقبال في بكين، يعني كان في يعني حفاوة شعبية من الجماهير الصينيين إلى جانب الحرس الشرفي، وفي نعم. نفس اليوم يعني كان في عرض فني من فرقة فنية إماراتية على سور الصين عظيم. فكل نعم. هذه أدلة على وطادة واتساع تعاون عملي بين البلدين. نعم. وهذا واضح أستاذ دينيس من لغتك العربية، ما شاء الله عليك، يعني أحس تتكلم بطلاقة اللغة العربية. خبرنا عن أبرز التحديات اللي تواجه كلا البلدين على الأصعدة المختلفة بين دولة الإمارات والصين. أعتقد التحديات تتواجد مع الفرص، في تحديات مختلفة في قطاع التجارة الإلكترونية الذي نحن فيه. يعني نرى هناك وتيرة متسارعة لتطور التكنولوجي، فالتحديات تتمثل في كيف يعني نواكب هذا التيار العصري واللي نعانق. نعم. الاقتصاد الرقمي.
وكذلك بالنسبة للكوادر البشرية مثلا تحت الشركات الصينية كثيرة في الإمارات تحتاج بشكل ملح لموارد بشرية المحلية التي تفهم وتستوعب ثقافة العمل الصينية. ونرى هناك برامج ترويج للاستثمار في الإمارات في أسواق الصينية. نعم. ومن المهم هذه البرامج أن تفهم ميول الشعب الصيني وصيحات السوق الصيني. نعم. كيف تشوف توجه دولة الإمارات في تنظيم المنتدى الاقتصادي الاستثماري التجاري في بكين؟ طبعا كان لنا شرف لحضور هذا المنتدى، يعني أعتقد إجابة على هذا السؤال هو شعار هذا المنتدى، يعني شراكة مستدامة والاستثمار مستدام. نعم. يعني على هامش المنتدى احنا تبادلنا وجهات النظر مع أصحاب المعالي وزير الاقتصاد ووزيرة الشباب حول يعني كيفية نبني الشراكة عملية لأداء مسؤوليتنا الاجتماعية في الدولة. نعم. ويعني أكيد يعني هذا المنتدى في نتائج مثمرة. نعم. شو هي العوامل اللي جعلت دولة الإمارات تتصدر المرتبة الأولى في التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وأيضا شمال أفريقيا؟ أكيد هناك أسباب عدة، يعني أعتقد في مقدماتها يعني السياسة حكيمة. نعم. ومنفتحة من قبل حكومة الإماراتية، يعني هذه السياسات ترحب بوجود الشركات الأجنبية بما فيها الشركات الصينية، وترحب بدور ريادي من هذه الشركات لتحقيق النمو المشترك، وكذلك البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في هذه الدولة متطورة، مثلا شبكات الاتصالات والنسبة لامتلاك الهواتف الذكية وقدرة شرائية قوية، وسلوك المستهلكين المحليين ايضا مهم، يعني هناك يعني اقبال شديد على التجارة الإلكترونية. نعم. شو هو الدور اللي تقوم في جولي شيك في دفع مستقبل التجارة الإلكترونية وأيضا الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات؟ أنا أعتقد هناك يعني تحول داخلي وتحول خارجي. نعم. بمعنى التحول الداخلي، يعني جولي شيك يعني نعمل في هذه السوق منذ 7 سنوات، يعني فعلا لدينا يعني ميزة متواجد الأول، لكن لا نكتفي بإنجازات الماضي، نسعى دائما يعني استماع مباشرة إلى ردود الأفعال من الأطراف المعنية و ما هي يعني التقييم أو تقدير من المستهلكين، فنسعى إلى تحسين خدماتنا وتقية جودة بضائع على منصتنا. نعم. والتحول الخارجي يعني دائما نسعى إلى توسيع الشراكة مع المجتمع العمال المحلي لتحقيق يعني تكامل. نعم. فكل هذه التكامل يعني هذا التحول خارجي وداخلي يعني هو يعني مفاتيح لتحقيق. نعم. تنمية مستديمة للشركة. أستاذ دينيس، ما هي شو هي التحديات ممكن أن تواجه التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أعتقد يعني ممكن يعني من نواحي مختلفة هناك. نعم. إجابات مختلفة، لكن أعتقد أكبر التحديات تتمثل في كيفية تحقيق تكامل بين. نعم. يعني التجارة التقليدية. نعم. وتجارة إلكترونية. نعلم أن الإمارات تتميز بالشبكات الناضجة والمتطورة لقطاع التجهيز، يعني مراكز التسوق، واليعني التجارة التقليدية ليست يعني سلوك الاستهلاكي فحسب، بل هو يعني السلوك الترفيهي. نعم. يعني كيف يعني تحقيق هذا التكامل شيء يعني كبير. يعني ليش تعتبر الصين خلينا نقول سوق ذات أهمية استراتيجية لدبي؟ والله الصين بلد كبير، السوق. نعم. شاسع، يعني لها إمكانيات وافرة، يعني ترحب بالاستثمارات من إمارات ومن الخليج بأسرها، وأيضا يعني الصين يعني لها فيها الشركات الصينية قوية مقتدرة ممكن تجلب الأفكار وأنماط العمل والتكنولوجيا الجديدة مثل في قطاع التجارة الإلكترونية، وهذا يعني أسباب. نعم. لتحقيق تكامل والتعاون عملي. نعم. خبرنا كيف ممكن أن نوصف رؤية الإمارات لإكسبو دبي 2020؟
أحدنا من إمارات ودبي في الريادة في كل كثير من المجالات. نعم. فالصين من الدول المستضيفة لأكسبو، وأنا أطلع إلى يعني أكسبو دبي، يعني شيء حدث فريد ومتميز. نعم. يعني شعار هذا الحدث هو تواصل العقول وصنع المستقبل. كما نعلم هناك سيكون هناك قمة رؤساء الدول وحكومات على هامش هذا الحدث. نعم. فأكيد يعني فرصة سانحة لتواصل العقول القيادية ووضع الاستراتيجية لمواجهة تحديات المستقبل. نعم. التجارة الإلكترونية يؤدي لخلينا نقول للدفع الإلكتروني، خبرنا أكثر عن مستقبل الدفع الإلكتروني. دفع إلكتروني هذا شيء محقق وناضج في الصين بالفعل. يعني أصبح جزء من الحياة اليومية للكثير من المواطنين الصينيين. أكثر من 94% من المواطنين الصينيين يتخذ الدفع الشبكي يعني وسيلة الدفع اليومية. نعم. فأكيد هذا يعني واقع، والإمارات تمتلك أسباب كافية لتحقيق هذا طموح أيضا، يعني مجتمع من غير نقد. نعم. هل الظروف تسمح لنا خلينا نقول لنقل التجربة الصينية في التعاملات النقدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برأيك ولا لا؟ أكيد يعني هناك سياسة مشجعة من الحكومة، وفي احتياجات من السوق ومن نعم. المجتمع العمال المحلي، وفي الشركات الناشطة مثلا شركات تجارة إلكترونية. فكل هذه الأسباب ممكن يعني على أساسها نعمل شراكة عملية، يعني جزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. نعم. أستاذ دينيس دو، نائب رئيس شركة جولي شيك الصينية للعلاقات الحكومية والعامة، وهي إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة، نورتنا اليوم في استوديو 7 على 7، ونورت الفجيرة أيضا. شكرا. يعطيك شكرا العافية، وشكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها. شكرا. شكرا. إقامة سعيدة أيضا في دولة الإمارات. الله، هذه فرصة سعيدة. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا بننتقل لفاصل سريع، عقبها بنكمل وياكم فقرات